الإجراءات المفوضية جيدة جدا بإعادة الناس بالتحديث من حيث فتح مراكز المراكز الاقتراع، فرق جوالة، فكانت أعمالهم جيدة جدا في المراكز الانتخابية. منو حضر؟ تك عندك امتحان شفهي؟ انا وين؟ صح، انت نسيت اللي درس. اكو شيء ضايع بالسقف. استاذ، اول شيء مفوضيه مال الانتخابات ما لها علاقه باعاده النازحين، بس حتى تكون بالصوره. ثاني شيء، ادرخن واطلع يا اخي. انت مدير الوقف السني بدياله ورئيس قائمه دياله التحدي، يعني انت مدير ابراهيم الصميدعي، يعني دجله مالتكم. اتفق ويا المذيع قبل لا تطلع، قول له شنو الاسئله وليش يطلعوك على الهواء، حطوا له دبلجه. استاذ ما تعرف تحكي ابصم. كمل استاذ بالمناسبه حتى تكونون بالصوره، الاستاذ طه المجمعي عنده بس فيديوين موجودات، بس والله الفيديو الاول على الفيسبوك يطلع مدى يحكي يشرب شاي وده يدخن، والفيديو الثاني هو هذا، فيعني اعذرونا اذا شفت فيديوهات قليله، بس هو ما عنده يعني. كمل. طيب، يعني هل تعتقد بان الجزء الاكبر من النازحين راح يشاركون بالانتخابات الجايه؟ هل المفوضيه جايه تحتويهم بالشكل الصحيح؟ ما عندكم اي ملاحظات على الاليه، على المجهود اللي دا يبذل دا يروح سدى لو فعلا هنالك نتائج؟ ملف النازحين لحد الان قائم. اجراءات الحكومه جيده جدا. استاذ اقعد. استاذ لا تنام انت على الهواء. استاذ اقعد. ما يصير باللقاءات تنام، النوم بالبيت. انطو ما يخلي يغسل وجهه. لا تطول انتو غسل الوجه، تغسل اسرع احنا على الهواء. استاذ استعجل لنا شويه وقت الحلقه، خلصت الحلقه، احكي ايش عندك. والمال السياسي مشتغل حاليا بدياله. طيب، هذه الاساليب هي مو بالجديده ربما. المذيع فز حار، ما حدا يحكي، سكت، خلص، انقطع البيت، ضرب القمر، ما يدري، ما اعرف ايش دا يصير بالكره بالجانب الاخر من الكره الارضيه. استاذ اذا انت مستعجل شلون تاجر تاكسي؟ انت تاكسي استاذ، هسه انت مرشح بالانتخابات، من تي تطلع خطاب انتخابي للجماهير شلون راح يصير؟ أعدكم بال أنا أساهم ب تخلص الانتخابات وتبعدك بالخطاب. زين، أنت بنسجل فويس بالواتساب وتريد تقول واحد جيب لي طماطة، الفويس ياخذ ساعة ونص، تزرعها بالبيت تخضر أسرع. زين، أنت من تريد؟ شوف، أخاف واحد يطب منين ما بالصدفة وده يشغل السيارة ويسمع يدير سيلفي يسوي جغ غ غ غ. هذا مو الباتري نايم، هو شوي على كيفه، هو ياخذ ما تدري يشغل السلف يدلع طفل غ غ. هو يحب ياخذ وقته بالتشغيل مع السياره. هاي اذا تحكي له نكته مثلا، تقول له اكو واحد وقع، ها في
بس شنو بالله شنو المفروض اقول بالله بس المذيع ايش قال له اخر شيء جيد جدا سيد طه المجمعي نشكر لك كل هذه التفاصيل رئيس تحالف ديالى التحدي يقول يعني نشكرك على التفاصيل يعني والله نشكرك على هذا اللقاء انا احب اشكر قناه دجله على هاي الحلقه اللي طلعت استاذ المذيع احنا نشكرك على التفاصيل اللي انت طلعتنا اياها انت حكيت اكثر منا والله احب اشكرك على صبرك انت والله العظيم تستحق جائزه اصبر واحد بالعالم انت مشاهدينا لا تنسون التصويت على المرشحين اللي طلعوا ويانا بالحلقة وهل راح تنتخبه المرشح لو اكس اكس معناها ما راح تنتخبه نعم يعني تنتخبه القوائم الباقية جايكم السرعة توازن الكل راح ياخذ حقه بهذا البرنامج